أعلن وكيل وزارة الصناعة والتجارة عبد الرحمن العجب عن إعداد تقرير ميداني حول أسعار السلع بالأسواق، وقال أمس في تصريح صحفي أن التقرير سعى لمعرفة كيف تمضي الأسعار، وأضاف هناك ارتفاع وجشع وطمع، مبينا أن الأسعار تتفاوت من دكان إلى دكان، وتابع لابد من تشديد الرقابة، موجها إدارة التجارة الداخلية بتفعيل دورها الرقابي في ضبط الأسواق. أستاذ يوسف، لماذا هذه الفوضى التي تضرب الأسواق أو السلع في الأسواق، مع العلم أن هذه الفوضى وهذه الأسعار المختلفة من دكان إلى دكان من العهد البعيد ومدة طويلة؟ نعم، هي مسألة طويلة، وظل ممكن كانت هي القشة التي قسمت ظهر البعير في مسألة أخرجت الثوار. نعم، أخرجت الثوار الشارع بلا شك، رغم المسائل السياسية والحريات والقضايا الكثيرة، ولكن كانت المسألة الفاصلة والتي أقعدت بالنظام أو ذهبت به أدراج الرياح كانت هي المسألة الاقتصادية تفصيلا، كانت حتى التي بلغته حتى حدود الخبز وأبسط أموره. الآن لا تزال الأسواق تعيش فوضى عارمة في الأسعار، هنالك تباينات عريضة وغريبة يعني لأسعار السلع، حتى أن حجة الدولار التي ارتبطت ببعض السلع الآن في سلع منتج وطني ومحلي ليس غير مرتبط بالدولار وملابسات ارتفاعه وما إلى ذلك، أيضا هي الآن في قمة في زيادة مضطردة وكذا. المسألة واضح أن لجوء هذه الجهات الرسمية إلى مثل هذه الحملات ضروري ومهم لضبط هذا الانفلات الخطير والكبير في الأسواق. هناك قضايا أخرى، مثلا الآن اليوم في الراهن الآن سلعة البصل، المحصول البصل اليوم الذي فاق سعر الجوال منه 2000 شنيحة، حاجة مدهشة، في حين أنك تجد أن أضف إلى جشع بعض التجار وما إلى ذلك، هناك ظاهرة لتجار أجانب يعملون ويشترون في هذه السلع، بقي التصدير لجهات، مسألة باتت معروفة، كثير من السلع السودانية والمنتجات المحلية يتم شراءها بكميات كبيرة جدا وإعادة تصديرها بأشكال ووسائل مختلفة إلى خارج البلاد، هذا ساعد أيضا في ارتفاع الأسعار السلع. هذه المسألة تحتاج مزيد من الضبط. نعم. عدم تفعيل القوانين الرقابية أستاذ يوسف يعني جعل الأمر متروك للضمير، بالتالي يعني تشير الدلائل أنها تم هبش القيم فيما يخص التجار، يعني هبش القيم عند التجار، وحتى زاد الجشع والطمع. يعني حتى لو تم تفعيل هذا، القيم السودانية التي يعني كان من غير تفعيل قوانين كان متروكة للضمير اتهبشت، هل يمكن عودة هذا مع التغيير؟ نعم، هذا أمر مهم جدا، وهذه يعني ناحية يجب الالتفات إليها أيضا. صحيح أن الحقبة السابقة التي يعني ضربت بكل أشكالها السالبة على الإنسان السوداني أثرت كثير على القيم، كانت على القيم موجودة عند الإنسان السوداني، تتلمس ذلك أنت في المرافق العامة في الأسواق في كل ذلك، ولكن السودانيون يظلهم السودانيون ونراهن عليهم دائما وأبدا، نتمنى ذلك. السودانيون كما شفتي أو كما رأى كل العالم في هذه الثورة كيف أن هؤلاء الناس التي حتى كنا نظن أن هؤلاء قد استكانوا لواقع حالهم هبوا فجأة كالمارد و أحدثوا الأشياء المسهلة هذه بذات الغدر، أن السوداني هو السوداني، أنا أراهن على ذلك، سوداني أصيل في نفسه، مرت بنا أمور كثيرة ونأمل أن يصحى الضمير دائما وأبدا. الإنسان السوداني تحت أي لحظة مستعد أن يصحى لمثل وقيم يعتقد فيها، نحتاج بس أن هذه الثورة تتمدد أوسع بفهمها المجتمعي يعني وبمفاهيمها المعنوية، أن تتنزل أكثر وأكثر حتى نرى إنسان سوداني أصيل يعني. يتمنى رغم السنوات الطويلة التي يعني أسفرت عن تغيير هذه القيم عند الإنسان السوداني، نتمنى أن يرجع ويتغير سريعا. يعني هل تتوقع أن تسفر جولة وزارة التجارة عن أي خطوات عملية لضبط الأسواق؟
والله هي مثل هذه الحملات نرجو أن تكون حملات يعني تصحبها قوانين للضبط يعني ووسائل وآليات حتى لا تكون مجرد حملات هكذا والرجوع والسلام يعني، لكن أن تظل هنالك آليات واضحة لضبط هذه الأسواق ولمراقبة هذه السلاح، هذا أمر مهم جدا. جمعية حماية المستهلك يعني قبل فترة نجحت في تخفيض أسعار بعض السلع، يعني في كانت هنالك حملة يعني الغالي متروك، هل يمكن أن تجدد هذه الحملة وهل متوقع يعني نجاحات من مثل هذه الحملات؟ نعم، جمعية حماية المستهلك دور وساهم كبير جدا في على الأقل لفت الانتباه لهكذا انفلاتات وهكذا قضايا وتجاوب معها في السنوات الأخيرة، تجاوبت مع أعداد كبيرة من الناس عبر الوسائط، كل ما تطرح شيء كان لهذا أثر فعلي ولفت الانتباه لهذه الظواهر من ظواهر الجشع والطمع في الأسواق، وهذه المسائل نرجو أن تستمر عبر جمعية حماية المستهلك وبتجاوب أوسع من ذلك، ويجب أن تشمل العديد من المسائل المهمة والضرورية في حياة المواطن سواء كانت على جوانب الصحة أو في المأكل أو في المشرب. يعني الجمعية لها دعوات وخطوات جادة في عودة الجمعيات التعاونية، لأي مدى يمكن أن يستفيد منها الإنسان السوداني وتوزيع الثروة بينه؟ قطعا هي دعوة جيدة ومهمة، ولكن هذه بالضرورة ترتبط مع برامج وسياسات الحكومة المقبلة الممثلة في وزارة المالية المنتظر أو المرتقب الإعلان عن وزيرة في المرحلة المقبلة. مجمل هذه السياسات التي ستطرح في الجانب المعيشي والاقتصادي هي بلا شك يجب أن تكون لها أزرع ووسائل أخرى حتى تتنزل إلى الأسواق، ولكن هذا يتوقف وبالضرورة أن تكون الحكومة المقبلة وقد وضعت على رأس أولوياتها مسألة الهم الاقتصادي والمعيشي للإنسان السوداني.